ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا. النهاردة الفيديو المنتظر فيديو تشويقي جدا، انا نفسي فرحانة بيه مع انه جاي متأخر خالص، بس يعني بجد انا من الشهر السادس وتعبانة جدا ومش بقوم من مكاني، ظهري تعبني جدا، خدت جلسات علاج طبيعي، بصوا ومفيش حاجة نفع فيه، بحد بينومني وحد بيقومني وبالسويت، بجد تعبانة جدا. فالفيديو ده اتأخر خالص، عبال ما سافرت رحت عند ماما عشان الولادة وكده، وليه 10 أيام عند ماما، وكل يوم بكرة بعده وبكرة بعده لحد ما خلاص أعراض الولادة جاتلي، وأنا ما جهزتش شنطة المستشفى أو شنطة الولادة. فخلاص دلوقتي يعني أنا بكلمكم ممكن في أي لحظة، النهاردة بكرة بعده هولد. هو الدكتور محدد لي بعد 3 أيام أو 4 أيام بالظبط، بس أعراض ولادة جايالي من النهاردة وألم شديد في ظهري وكده، فأنا ممكن أكون الفيديو ينزل لكم أصلا وأكون ولدت، فمش عارفة. دلوقتي هجهز معاكم شنطة الولادة، بس يا ريت تشجعوني وتحطوا لي لايك وادعولي، ادعولي كتير بجد. يعني الحمل ده جه بعد صبر كتير، والحمل ده من اوله لاخره انا ما شفتش يوم راحه، فادعولي ربنا يجيب لي ابني بالسلامه ويقومني ليه هو بالسلامه، وادعولي ادعولي كتير لان انا مرعوبه، انا اول طبعا ولاده وكده، فحرفيا مرعوبه. ادعولي ابني وانا نقوم بالسلامه، وابني ما يدخلش حضانه لانه حجمه ضعيف، فبجد ادعولي. بصوا هبدأ معاكم دلوقتي. انا جبت الشنطة دي اصغر حجم في الطقم بتاعي، تمام، اللي هي بتبقى جزء كده وجزء بسستة، تمام. انا اخترت الجزء اللي بالسستة ده ليه هو عشان اقفل على حاجته، تمام. هبدأ معاكم بحاجته هو. انا مش مكترة ومش مقفرة، وسألت الدكتورة ايه يعني، انا ابن خالي دكتور نسا ومراته دكتورة نسا، فالاتنين في الاغلب هيحتاروا الولادة، بس انا سألتها هي هحتاج ايه عشان ما اخدش حاجات اوفر بصراحة. يعني مجموعة سانوسان دي انا بسألها، بقول لها انا جايبة شامبو وشاور ولوشن وكريم حفاض وكل حاجة، قالت لي مش هتحتاجي اي حاجة منهم، البيبي في اول كام يوم اصلا مش بيستحمى او مش بياخد دوش، هما بيمسحوا له بزيت بس، فانا فاهمني هاخد على قد ما هي قالت لي بالظبط. بس هبدأ معاكم باللبس، تمام. بصوا يا جماعة، اول طقم اللي هو اللي انا عاملاه هاند ميد ده، دي السلوبيت، بصوا مقفولة من تحت، هي خريفي مش شتوي، انا هولد في اول 11 والجو ديكو شايفين حر ازاي، فانا مش بحب من زمان ما بحبش حوار الكمكمة ولبسوا قطع كتير وبتاع، فهو البيبي المفروض انه بيلبس قطعة زيادة عننا يعني وكده، فانا مش هزود. هي دي كم مكتوب عليها الاسم، وجاي معاها قط، بس انا هختار لها نص يعني هركب عليها قطعة تانية، فهي دي نظام سولوبيت، والبافيتا عليها الاسم برضو. هو الطفل مش بيحتاج البافيتا في اول فترة، بس انا هاخدها يعني عشان هي مكتوب عليها الاسم وكده، ودي الطاقية بتاعته برضو عليها الاسم، ودي هي مقفولة من تحت شراب اهي، فانا وجاي معاها الجوانتي ده. طبعا بقول لكم ان ما بحبش الكمكمة واللبس الكتير، مش عايزة اعود اطفالي من صغرهم على كده، بس ده اول فترة بيبقى فيه ضوافر وكده، فهو عشان الضوافر مش اكتر. واخر حاجة الكوفرتا دي اهي، برضو عند الراس كده مكتوب عليها الاسم يعني، وزي ما قلت لكم هي جاي معاها واحدة نص كم، سوري كت، بس انا مش هاخدها، هاخد النص كم. بصوا اهي دي جايبها لوحدها لونها ابيض، فهاخدها معايا سولوبيت كده نص كم، والطقم التاني برضو جاي معاه واحدة كم، هشيل الكم وهاخد له واحدة نص، فده كده اول طقم هطبقه في قلب بعض، هفرد الكوفرتا وهحط الحاجات فيه عشان بس ما طولش عليكم.
بصوا عملت كله كده للسلوبيتات والحاجات كلها في قلب بعض. في ناس على اليوتيوب بيحطوا فيها بامبرز من جوه، بس انا مش حابه كده. هو اللي يجي ياخد الطقم هبقى مفهمه ماما او ايا كان مين معايا، مفهمان البامبرز من بره فبيدوا له معايا بامبرز. تمام، فده كده اول طقم. بصوا اول طقم قماشته زي ما قلت لكم انها خفيفه وحلوه، يعني هيلبسها اول كام ساعه. تمام، بعد كده الطقم التاني هو جاي معاه حاجات كتير، بس انا مش هاخد غير السلوبيت دي. شكلها بصوا انا عندي سلوبيتات اشيك من دي بكتير، بس فرداني مش معاها كوفرتا، فانا واخده الطقم ده عشان يبقى لو الابيض هو اللي المفروض كنت جايباه للولاده عشان الاسم كده، بس قلت احتسابا انه يتوسخ نقعد يوم فكده. انا عندي سلوبيتات احلى من ده بكتير، بس ما معهمش كوفرتات، فاهميني؟ فانا واخده ده عشان الكوفرتا. بصوا ده مقفول من تحت ومقفول من الايد، يعني الجوانتي بتاعه منه فيه، وهاخد له الطاقيه بتاعته لانه هو كذا قطعه، يعني معاه بيجامه تاني، معاه بنطلون وسلوبيت وتشيرت، بس انا هاخد الطاقيه دي وهاخد كمان الكوفرتا. بصوا الكوفرتا اهي عليها الرسومات دي وعليها دي الدماغ بتاعتها، وانا جبت لها سلوبيت من اللي انا جايباهم الداخلي لون جراي برضو، فهركب دي على دي، فهحطهم كده في قلب بعض زي الطقم التاني وارجع لكم كده. ده تاني طقم برضو جهز، بس عايزة اقول لكم ان الطقم ده اتقل من التاني شوية، يعني هو خريفي برضو بس الكوفرتا بتاعته تقيلة شوية. تمام، بعد كده دي الفوطة بتاعته، هي صغيرة مش كبيرة اهي، وعليها الدبدوبة دي. طبعا يعني انا هاخد فوطة ليا اكبر، بس خدت له دي، هو تقريبا ما بيستعملوهاش بس احتياطي، يعني فاهميني؟ هي الشنطة كلها تقريبا احتياطي. عايزة اقول لكم ان انا واخدها فوط كتير جدا في جهازي، لما جيت اطلع له واحدة لقيت ان كل الالوان اللي انا واخداها بناتي، ما لقيتش غير الابيض اللي هو يعني اهو الى حد ما يمشي ولد. فكده طبقتها اهو، وانا في التطبيق مش عايزة اقول لكم برنسيسة يعني. بعد كده هاخد الوايبس دي من بامبرز بالصبار، تقريبا يعني مش هنحتاجها قوي، بس انا قلت لو حاجة اتدلقتها استخدمها انا هو، يعني انا مش هاخد حاجة ليا، فاهميني؟ مش هاخد بقى وايبس ليا، فدي هتنفعنا احنا الاتنين. تمام، وزي ما قلت لكم انا مش هاخد مجموعه الشامبو ولا الشاور ولا اللوشن ولا اي حاجه، هاخد بس زيت جونسون عشان لو ما رجعهوليش ما زعلش، ده اولا. ثانيا عشان يعني انا نقطه حته ما رجعهوش دي كنت جايبه، اللي عارفين الديسبنسرات الطقم اللي بيبقى حاجات عينات صغيره تحطي فيها شامبو شاور كده، كنت جايبه طقم هحط فيه شويه شاور وشويه شامبو وشويه زيت وكنت هاخدهم، بس الدكتوره قالت لي مش هتحتاجي غير الزيت، هما بيمسكوا قطنه وبيمسحوا بالزيت، وهتحتاجي زنك اوليف، يعني حتى كريم سانوسان بتاع الحفاض مش هنحتاجه، هنحتاج زنك اوليف. فانا بصراحه الزنك اوليف والبيبرونه لسه مجوش، طلبتهم دلوقتي من الصيدليه ولسه مجوش، فهحطهم اخر حاجه معاكم. تمام، بس الزيت ده قالت لي اساسي، فانا قلت لها طيب اخد عبوه الزيت كلها، قالت لي هاتي بتاعه جونسون الصغيره احتسابا اني لو ما رجعتش تاني. تمام، فانا هحط اللي هي يعني واخده دي بس. بعد كده البامبرز انا جايبه الباكيتات اللي هي 60 الكبيره، فطبعا اعتقد ان انا مش يعني مش هقعد شهر في المستشفى، فدول 10. انا جايبه مولفكس، كنت هجيب بامبرز بس كله قال لي ان مولفكس بتاع حديث الولاده عشان فتحه السره،
وكده. الناس اللي هتقولي مقاطعة بامبرز ومقاطعة مولفكس ومقاطعة جونسون وسانوسان وكده، انا الحاجات دي جايبها من وانا حامل في الشهر الاول والتاني يا جماعة، يعني من 9 شهور، فانا بعيدا عن المقاطعة يعني. تمام، مش هرمي حاجتي. انتوا بتقطعوا انكم ما تشتروش جديد، بس انا مش هرمي الحاجة اللي دفع فيها مبالغ يعني. فدول كده 10 قطع. تمام، اخر حاجة هاخدها، او مش اخر حاجة، حاجة البيبي. هو البيبي المفروض انه يعني كنت ناوي ياخد شامبو وشاور وحاجات زي كده، بس زي ما قلت لكم ان انا مش هحتاجها او هم مش هيحتاجوها كده. انا خدت له طقمين وخدت له فوطة وخدت له 10 بامبرز احتسابا برضو اني بأسوأ الظروف، وخدت له زيت الجونسون او اي زيت بتفضلوه يعني. وكمان انا واخده العبوه الصغيره، واخده وايبس. دي بقى البطانيه بتاعتي، جايبها من شي ان، هوريها لكم. دي بطانيته هو يعني، مش بتاعتي انا. بصوا، واخداها بس احتياط يعني، هاخدها حتى بكيسها وهحطها من فوق يعني، لو الجو برد واحنا وراجعين يعني. انا مش هعوده يلبسها برضو، هلبسها له واحنا وراجعين في العربيه وكده لو الدنيا برد. تمام، هحطها كده من فوق. وكده ناقصني الببرونه، انا ما كنتش ناويه اجيبها هي والتتينة، غير لما اعرف ابني هياخد صناعي ولا طبيعي. يعني انا نفسي يا رب يا رب اديني ان انا اديله طبيعي يعني، بس هم يعني كنت ناويه اجيب الببرونه دي لو هو رفض الطبيعي. فاني اصلي كنت عايزه اجيبها ايفنت او تشيكو، وانتوا عارفين الاسعار بتاعتهم، فقلت بدل ما اجيبهم بالاسعار دي يترموا. بس الدكتوره قالت لي ان هو اول 3 ايام اصلا بياخد لبن او بياخد اعشاب حاجه كده، فانا هحتاج ببرونه. فانا طلبت البابلز، البابلز يعني مواصفاتها حلوه جدا، زيها زي شيكو وايفنت، وكمان سعرها في الحنين. فطلبتها هي والزنك اوليف من والكحول اللي هو بتاع السره، كنت ناسياهم وما اعرفش ان انا هحتاجهم، فهم هيجوا لي كمان ساعه، هبقى احطهم معاكم واقفل معاكم جزء البيبي، وبعد كده هبدأ لكم في حاجتي. انا زي ما قلت لكم هحط اخر حاجات للبيبي. جبت الكحول ده بتاع السرة، كله قال لي ان ده انضف نوع، طبعا هستخدمه انا هو. تمام، وجبت الزنك اوليف، طبعا انا جايبة زي ما قلت لكم كريم سانوسان بتاع الحفاض، بس كله قال لي او الدكتورة طلبت مني اجيب زنك اوليف اول فترة. واخر حاجة جبتها، جبت الببرونة اللي هي بابل زي ما قلت لكم، ولو هياخد صناعي هبقى اجيب بعد كده ايفنت، مش هياخد يبقى خلاص احنا ما استعملناهاش غير اول كام يوم. وعلى فكرة بابلز تحت شيكو على طول يعني، مش حاجة رخيصة ولا حاجة اي كلام. فكده انا خلصت حاجة البيبي كلها اللي هو هيحتاجها، هوريكم كده شكلها وهقفل السوستة. نيجي بقى للجزء اللي هو حاجتي انا. تمام، وزي ما قلت لكم ان انا مش مقفره، مش واخده حاجات كتير، واخده بس الاساسيات. فانتوا لو شايفيني ناسيه حاجه من الاساسيات سواء ليا او للبيبي قولولي. بصوا، اول حاجه واخداها الظرف ده، الظرف ده فيه تحاليل اللي هي ما قبل الولاده، وفي قسيمه الجواز، وفي بطاقتي، وطبعا بتاخدي بطاقه جوزك لو هو مش حاضر الولاده وكده، يعني بتاخد الاوراق المطلوبه وجواب التحويل اللي مديهولك الدكتور اللي بتروحي بيه المستشفى. فده اهم حاجه انت لازم تاخديها، اوراقك، تحاليلك، بطاقتك الشخصيه كده يعني. بعد كده واخده سليبر، او يعني فاهم سليبر. تمام، ف اي حاجه بلاستيك، اي حاجه بس تكون مريحه بالنسبه لك انتي. انا جايبه ده هحطه كده في شنطه، وهحطه كده
بعد كده واخده فوطه ليا زي ما خدت فوطه للبيبي، واخده فوطه ليا. اعتقد المستشفيات كلها دلوقتي فيها فوط وكده، بس يعني خدي حاجتك الشخصيه افضل. بعد كده سوري، ده اللي هو البامبرز النسائي الكبير او بتاع الناس الكبار. الدكتورة طلبت مني 2 اجيبهم المقاس اللي يريحني، عشان دي اول ولادة فمش بيركبوا قسطرة تقريبا. المهم ان هما محتاجينهم. بعد كده بتاخدي الفوط النسائية بتاعتك. انا هاخد اللي هي دراي بوست دي، مخصصة لما بعد الولادة. الباكت فيه 10، انا حاسة انه هيبقى كتير فهاخد منه كام واحدة بس. بصوا، هي بتبقى حجمها الدراي بوست بتاعت الولادة بتبقى حجمها كبير كده، فانا هاخد 4، ولو احتاجنا يعني لو قعدت فترة اطول واحتاجنا نبقى نشتري عادي، هي موجودة في كل الصيدليات مفيش مشاكل. بعد كده هاخد كلوز اب، او هاخد يعني معجون اسنان وفرشة اسنان ليا. عايزة اقول لكم ان انا يعني من اكتر الحاجات اللي بتضايقني اني لما طبعا ان انا هبقى صايمة فترة من 12 بالليل لحد الصبح والعملية وبتاع، وهاخد فترة ما اكلش عشان البنج، فاكيد هيطلع لي ريحة. اكتر حاجة بتضايقني ان حد يشم ريحة بقي وكده، فانا بحب كلوز اب جدا. وجبت فرشة جديدة وهاخدهم معايا، وجبت باكيت مناديل، مناديل عادية هاخده برضو هينفع ليا وللبيبي. بعد كده المفروض ان احنا بناخد عباية مفتوحة من فوق. انا ما بلبسش عبايات خالص، ومش يعني مش بعرف امشي بيها اصلا، بس قالوا لي لازم تلبسيها عشان الجرح كده اول كام ساعة، فانا يعني جبتها. هاخد دي واحدة، واحنا في الصيف وزي ما قلت لكم مش حابة ان انا اتقل في الهدوم والبس قطايف وكده، بس قالوا لي انك هتطلعي من البنج بردانة خالص، فعلى الاقل اول كام ساعة تلبسي دي تبقى شتوي، فانا واخدها شتوي. بعد كده المفروض اخد بيجامة، فمش عارفة اخد بيجامة صيفي ولا شتوي، مش عارفة الجو، فانا هاخد واحدة خريفي دي كم بس قطن، وبنطلونها برضو خريفي قطن، هاخدها على حسب الجو. لو الجو حلو هلبس الخريفي، ولو الجو برد هلبس البيجامة دي. بنطلون اهو، هي صوف يعني شكل. تمام. بعد كده انا هاخد الصابونة دي، المفروض اخد صابونة معقمة، بس انا مش بحب اللي هي ريحة الديتول، فواخدة دي اللي هي لايف بوي، وواخدة اللي هو العبوات الصغيرة بتاعت السفر دي، حطيت فيها شوية شاور، حبة شاور صغيرين، علشان سمعت ان بعد الولادة في هناخد شاور، فسواء هعرف يعني الدكتور هيسمح لي استخدم شاور ولا استخدم صابونة معقمة، فانا خدت الاتنين واحجام صغيرة خالص، يعني مش مقفرة ولا زي الناس اللي واخدة ميك اب وشاور وشامبو وحاجات كده. الميك اب بتاعي يا جماعة اهو الليب بالم ده بتاع الشفايف، لان انا عندي تشققات جامدة، فده بريحة البطيخ كده وحاجة، بس ده الميك اب بتاعي. كمان هاخد رول اون او مزيل عرق، ملهوش ريحة، ريحة خفيفة. طبعا احنا مش هينفع نستخدم برفانات ولا سبلاش ولا اي حاجة عشان الجرح، بس المزيل انا مقدرش استغنى عنه، وما احبش ان انا حد يشملي ريحة وكده، فانا جبت دي. بس هاخد رول اون بس، مش هاخد برفانات ولا اي حاجة، وهاخد فرشة للشعر بس، اكيد يعني هسرح شعري. واخر حاجة هاخدها اللي هو بصوا انا للامانة مش عارفة اسمها، بس اللي هي التابس دي اللي بتتحط في الهدوم
عشان الرضاعة والتسريب وكده. اعتقد هو اللبن مش هينزل من اول يوم، بس عشان احتسابا لو نزل وانا كده فواخده 2 بس. بس دي كل حاجتي اللي انا واخداها، مش مقفورة في حاجة. انا واخد الاساسيات في اللبس ومناديل، يعني شايفة ان نفسي مش مقفورة بصراحة. نسيت اقول لكم ان انا واخدة غيارين داخلي، فطبعا مش هينفع اوريها لكم، فهحطهم في كيس واشيلهم. لو انتوا شايفين ان انا ناسية حاجة قولولي، لو انتوا شايفين ان انا مقفورة في حاجة قولولي، سواء ليا او للبيبي. ولو ناسية حاجة اساسية ليا او للبيبي برضو اكتبولي. ولو الفيديو عجبكم حطولي لايك وادعولي كتير. انا خلاص يعني اعتقد باين على صوتي، تمام؟ فادعولي ربنا يجيب لي ابني بالسلامة واقوم له انا بالسلامة. هتوحشوني جدا، وباي باي.